السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سي واي اس 230، أرجو من الجميع تسجيل اسمه مع رقمه الجامعي. ننتظر شوي حتى يكتمل أكبر عدد من الطلاب. عدد الحضور الآن 23 طالب اللي سجلوا أسمائهم وأرقامهم الجامعية، اللي هم 20 طالب فقط. اللي ناسي يسجل اسمه لو سمحت يسجل اسمه مع رقمه الجامعي. وتين بدنا رقمك الجامعي، لأن عملية السيرج بتكون على الرقم الجامعي. اكتب اسمك مع رقمك الجامعي. بسم الله نبدأ. اليوم حديثنا راح يكون عن الفيرتشوال ماشين، اللي هي الوظيفة رقم 2.5.2.4 اللي موجودة على النت أكاد. فهذه بتحكي عن عملية ستولينج لفيرتوال ماشين وكيف نتعامل معها. قبل أن نبدأ المحاضرة، في أي سؤال أذكركم امتحاننا راح يكون يوم الثلاثاء. في أي سؤال؟ طيب،
إذا ما في أسئلة خلينا نكمل. اللاب هذا تحكي عن installing virtual machine، ف نتعرف على الكمبيوتر for virtualization وكيف نعمل import the virtual machine into virtual box inventory. العبارة هنا في نوعين من الماشينز، راح يكون في عندي physical machine اللي هو نفسه الماشين اللي بيعمل hosting لأي application، والفيرتوال ماشين اللي هو بيشتغل under او in the top of virtual physical machine. فالفكرة بالvirtualization ناتج او بسبب انه اجهزتنا الحديثة بتحتوي على اكثر من كور، فهي قادرة على انها تشغل خلينا نقول two virtual machines او اكثر حسب عدد الكورس بكفاءة عالية. كل كور لما بيشغل virtual machine بحاجة انه يحجز بعض الرامز لهذا virtual machine حتى يشتغل هذا الفيرتوال ماشين بكفاءة وما يحتاجش لانتربشن كثير. الفيرتوال ماشين is called هنا طبعا الفيرتوال ماشين run within the physical machine، فهذا راح نسميه طبعا بهذا التكست راح نسميه فيرتوال اللي بيعمل رننج للفيرتوال ماشين راح يكون هو فيزيكال كمبيوتر ريال كمبيوتر، والفيرتوال ماشين راح نسميه جيست ماشين. طبعا هي تسميته بهذا الحوار فقط. على الفيزيكال كمبيوتر نسميه هوست، إذن راح يكون في عندي host و guest، guest machine و host machine. ال host machine اللي هو physical machine، وال guest machine اللي هي ال virtual machine اللي تشتغل in the top of the physical machine. إذن ال راح يكون في عندي two operating system، operating system لل physical machine، operating system لل virtual machine. هلا الـ Virtual Machine هي عبارة عن Image، وهذا الـ Image تم عملها Creation أو أنت بتعمل له Creation. فالفكرة إنه لما بدي أجي أشغل الـ Virtual Machine بدي لازم أشغل الـ Operating System الخاص بي، فهذا الـ Operating System يمكن أن يكون جاهز من خلال فايل Image فايل موجود، فواحد عمل لك إياه او انت تقوم بعمله بانك تنزل الاوبريتنج سيستم الذكيه على الفيرتوال ماشين وبعدين تخزنه او يتخزن بفايل. هنا بيعطيك المواصفات اللي بحاجتها هذا الكمبيوتر او الفيرتوال ماشين. هيحتاج 2 جيجا رام على الاقل و8 جيجا فري هارد ديسك عشان يشتغل الفيرتوال ماشين براحته. بده يكون في 2 جيجا هارد رام اسوسييت له، و8 جيجا هارد ديسك عشان ايش؟ انه يخزن الايمج، ولما يتوسع الايمج يبقى موجود في مساحه على الهارد ديسك حتى هذا الايمج ياخذ راحته. لاحظ الان انا بحكي انه الجهاز الفيزيكال ماشين لازم يوفر على الأقل 2 جيجا، فيعني لا يعني إنه الفيزيكال ماشين لازم يكون 2 جيجا. إذا الفيزيكال ماشين مفروض يكون أكثر من هيك. فنصيحتي إنه يكون الفيزيكال ماشين عدد الرامات 4 وفوق، وإذا كان 8 بيكون أحسن بيشتغل الجهاز براحته. هلا الآن الـ الايمج نفسه
اللي راح نتعامل معاه هو موجود ب لاب نتكاد، موجود في النتكاد نفسه في اللاب اللي رقمه او السكشن اللي رقمه 2.5.2.4 حسب اسم اللاب اللي موجود عندي هون. راح يكون في هنا كملفين، ملف الوظيفة نفسها وملف اللي هو الايمج فايل وحجمه 2.5 جيجا. فمطلوب منك تنزل هذا الفايل واللي راح ناخذ منه نسخة ونعمل رن virtual machine. طبعا اللي في فايل ثاني انا بحاجته، هذا الفايل اللي هو الهايبرفايزر نفسه السوفت وير اللي بيشغل هذا الايمج، الايمج اللي انت نزلته او اللي راح تنزله واللي حجمه 2.5 جيجا. طبعا هون بحكي لك انه هذا الملف ممكن يزيد حجمه على بستمر رن الفيرتوال ماشين هيوصل 5 جيجا. بعد ما تخلص من الشغل ممكن انك تعمل ديليت لهذا الفايل، بس يفضل انك ما تعمل ديليت لانه راح تحتاجه انت بالنسبه لك، راح تحتاجه بهذه الماده، راح تحتاجه بشكل متكرر عشان تنفذ لابس، راح يظهر لابس هيتطلب منك انك تنفذ بعض الاوامر على الفيرتوال ماشين. طبعا ليش احنا ننفذ هذه الاوامر على الفيرتوال ماشين؟ علشان اذا صار دامج للاوبريتنج سيستم فانت عملت دامج فقط للنسخة اللي انت شغلتها على جهازك، فممكن تمحيها وترد تعمل امبورت لنيو ايمج. هلا هنا في بعض الطلاب بيعطي هو نصيحة، اذا الفيرتوال ماشين ما اشتغل فبهاي الحالة بدك تضطر تدخل على السيستم. طبعا اول شيء لازم يكون الفيرتوال ماشين هو ران من النوع 64 بت، والفيزيكال كمبيوتر needs to be 64 بت سيستم عشان ايش يشتغل الفيرتوال ماشين. هلا اذا كان الفيرتوال ماشين مش ما اشتغلش فبدك تضطر تروح على السيت اب وتعمل انيبل للفيرتوالايزيشن تكنولوجي. اذا بدك تروح على السيت اب وتروح السيت اب تبع الكمبيوتر بعد ما تعمل ريبوت بدك تدخل على السيت اب، ثم بدك تروح على اندبايوس تدور على انيبل هاردوير فيرتشواليزيشن تكنولوجي واللي بتكون هي اندر ادفايس سيستم اوبشنز. اذا راح يكون ادفايس سيستم سيتنجز داخلها راح يجي عندك هذا الاوبشن اللي هو انيبل هاردوير فيرتشواليزيشن تكنولوجي. تابعي معي؟ دكتور نعم ان شاء الله خير. الان preparing host computer for virtualization اللي راح تسويه تعمل داونلود. الان خلص هلا نبدا بمرحله التنفيذ، هتعمل داونلود للديسكتوب فيرتشواليزيشن سوفت وير. ديسكتوب فيرتشواليزيشن سوفت وير قد تكون الفي ام وير، قد تكون ال فيرتوال بوكس، وقد يكون هايبر فيرجن ثاني مثل هايبر في اللي تابع لمايكروسوفت. اذا في عندي اكثر من هايبر فيرجن تايب. اذا اللي مطلوب هنا بهذا اللاب وهذا الايمج مبني على فيرتوال بوكس، فمطلوب انك تنزل هايبر فيرجن اللي هو فيرتوال بوكس. وراح يكون هذا الفيرتوال ماشين او خلينا نقول الايمج اللي نزلته اصلا بيعمل
او الاوبريتنج سيستم اللي تم تجهيزه اللي هو اللينكس. على عملية الداونلود في هنا سايت بيوديك على الفيرتوال بوكس سايت، تعمل له الاو تروح على هذا السايت. اوكي هنا يعني بدك تنزل الهايبرفايزر المناسب، فموجود عندي هنا إذا كان الأوبريتنج سيستم للجهاز الهوست لإلك ويندوز فبتنزل الهايبرفايزر التابع للويندوز، وإذا كان أبل ماك فبتنزل الهايبرفايزر التابع للأبل ماك. اذا انت هون بيسالك شو الاوبريتنج سيستم للفيزيكال ماشين اللي انت عليه، فاذا كان ويندوز فهذا الهايبرفايزر المناسب او السوفت وير المناسب. هلا هذا اذا انا في عندي شغلتين، الايمج اللي بدك تشغل عليه الفيرتوال ماشين بتشغل منه الفيرتوال ماشين، والهايبرفايزر اللي راح يعمل رن ومن خلاله بتربط مع ال virtual machines images. إذا الجزء الأول إذا بدك تنزل hypervisor، وهون في manual كيف تتعامل مع هذا hypervisor. أوكي نرجع لل إذا نزلت أنا hypervisor على choose and download the appropriate installed okay حسب الـ operating system and then run. عملت هلا بدك تعمل run الهايبرفايزر، هي بتعمل انا run virtual box انا تم تنزيله من عند من اوراكل VM virtual box. اوكي الخطوة الأولى مفروض انها تكون تمت بنجاح. هلا الخطوة الثانية download the virtual machine image file، وهذا الimage file الفورمات له .ovf، فهي موجود على هذا السايت. طبعا هو نفس الصفحة اللي انت موجود عليها هذه الوظيفة في لينك هناك، فتكبس على هذا اللينك هينزل الفيرتوال بوكس الفيرتوال ايمج فيرتوال ماشين ايمج. اوكي اوكي فهياخذ وقت تنزيل. بالنسبه لي انا اوريدي نزلته عشان ما اضيعش الباندويث تبع النت، اضطر اني اوقفه لانه بديش يصير اي انقطاع على بيني وبينكم، لانه هيك بيعمل ضغط على النتورك. لازم اكون نزلته، طبعا اوريدي انا نزلته قبل لا تبدا المحاضره، مش اليوم يعني، بس اني مش بحاجه ارد انزله مره ثانيه. لكن انت الخطوه هاي نزلها، بعد ما تنزلها هيظهر عندك الايمج على الهارد ديسك، هتضطر تمشي بالخط او هتنفذ الخطوات اللي بعديها حتى تعمل امبورت للفيرتوال ماشين انتو فيرتوال بوكس انفنتوري. اذا الفيرتوال بوكس انفنتوري اللي هو السوفت وير، والفيرتوال ماشين ايمج اللي هي اللي انت بدك تشغلها. اوكي الان الخطوه الثانيه حتى تعمل import، هاي ماشي في خطوة خطوة. بتروح على ال virtual machine تعمل click file، هاي هنا هيجي لك click file import. خلينا نشوف التعليمات، هي مكتوبة هنا import application قبل اوكي قبل اللي هي هذه.
ثم حسب التعليمات، خلينا نمشي بالتعليمات خطوة خطوة. اوكي to import between the image a new windows will appear specify the location اللي هو الايمج اللي انت نزلته then هنا بدك تحط اللوكيشن للايمج اللي انت نزلته اي سوفتوير اتذكر هيا اوكي بتعمل له اوبن ثم نيكست عشان انا انتبهت هاي الخطوات مش اعيدها مره ثانيه لكن اللي حسب التعليمات اللي موجودة هون اوكي هلا بيبدا تعمل عمليه سيتنج اذا رينيشلايز ماك ادريس هذا كلياته انت مش راح تسويه هي عباره بس تعمل له نيكست هيبدا هو يحط الاوبشنز المناسبه ويعبي البارامترز المناسبه ثم لما تنهي فينش عمليه الامبورت بروسيس راح يظهر عندك الفيرتشوال ماشين بوكس او الايمج ادد بدك تظهر على البان كما بالشكل الموجود عندي انا هون منزلها مرتين واحده طبعا منزل فيرتشوال ايمج خاص بالجلوموسيم واللي هو الخاص بالسايبر سكيورتي الثاني فظهر عندي بالبان هنا الايمج اللي انا تم تنزيله فهي مواصفات الايمج اللي تم تنزيله او حسب السيتنج اللي هو جهزه مش يعني انت راح تتبع الديفولت الخطوه اللي بعديها الان عمليه التشغيل هلا الخط اذا لما بدك تشغل الفيرتوال بوكس او الفيرتوال ايمج هتعمل ستارت بتون تكبس هنا ثم في عندك سهم اللي هو ستارت اللي هو هذي اوكي هاي كبست عليها فبيبدأ يشغل الفيرتوال ايمج هتظهر عندي شاشة هذه الشاشة طبعا نترك الشاشة الأصلية اللي هو الفيرتوال الهايبرفايزر نسكرها ونتابع مع الآن الفيرتوال ماشين هنا ظهر عندي اللوجن في عندي اكثر من لوجن هو اللوجن اللي انت معطى لك هيها اللي هي اليوزر نيم سيسكو والباسورد باسورد تحط هنا باسورد تكتبها كتابة بس وورد اوكي ثم تضغط انتر عشان يدخل على السيستم هل هو بيسألني هل عمل عملية ابديت ما في داعي اسمي ليتر او دونت اسمي الان هذا هو الفيرتوال ماشين والاوبريتنج سيستم اللي هو لينكس اللي شغال عليه اوكي بإمكانك تكبرها
تخليه على كذا حجم الشاشة من خلال الماكسمايز بتون. الآن هنا بحكي لك إن الماوس هي أنا خارج الفيرتوال بوكس، الماوس شغال هنا، أنا أكبس هنا الماوس شغال، وبدي أنا أشغله هنا، هاي صار الماوس ديديكيتد لداخل الفيرتوال ماشين. الأس بنفذ، يعني كان هذا موجود على أوبريتنج سيستم تاني. هلا في بعض الأحيان لما أنت تعمل ماكسمايز وتعمل تخلي الماوس ديديكيتد لهذا الفيرتوال ماشين، صار من الصعب انك ترجع للهوست ماشين، الهوست ماشين اللي هو الفيزيكال ماشين، وصعب انك ترجع للاوبريتنج سيستم تبع الهوست ماشين. فبتعمل كنترول، تقول لك بس بريس كنترول، ممكن تعمل ريتين الماوس والكيبورد للهوست اوبريتنج سيستم. الان خلصنا الخطوات هذه، في اي سؤال هون؟ طبعا هذه الخطوات انت راح الكل لازم يسويها، لانه اللابس راح شغلك راح يكون على الفيرتشوال ماشين. طبعا كانه الله العليم سمى في هنا اوبشنز ما قريتوش، بيكون اسم الفايل كانه يعني تحكي لك تعطي اسم للفايل، فيبدو لي هنا بحكي لك انه اسم الفايل اسمه اوبنتو سايبر ياسس. اذا هاي اسم الفايل اللي هو بيقترحه انك تكون مسمين، انا سميته مثلا على سبيل المثال هنا ايوه اوبنتو سايبر ياسس اندرسكور 1، او انت بتسميه زي ما هو مسميه، او بدك تحط الاسم اللي بدك اياه بس بدك تتذكر. اوكي ناو the launcher icon on the or on the left. هلا في عندك ايش سيرش بتون فايل مانجر، لاحظ هنا هيهم على الليفت موجودات، هاي الفايل مانجر، هاي الفايرفوكس، هذه هي سوفت وير زي الوورد يسمح لك انك تعمل رايت لفايل. اي مثلا اللي هو شيء شبيه بالاوفيس اكسل، هاي البرزنتيشن الى اخره. في عندي هنا فيرتوال تيرمينال. اوكي في سيتنج، طيب يعني هو بده يوصلك انه في عندي من بين الاوبشنز تيرمينال. هلا اوبن تيرمينال لوكيشن، يعني نكبس على التيرمينال عشان تفتح لي لاين كوماند انترفيس. انا اوريدي فاتح واحد، هذا هو اللي هسه انشاته فسكره. هاي اذا قال لك اكبس على تيرمينال، هاي هنا، ونفذ تايب اي بي ادرس ات ذا برومت ذير. طبعا بدك تكتبها كتابة، مش ما فيش عندي كوبي بيست. هاي اي بي ادريس، فهنا راح يعطيك انت هنا بتعمل رن لكوماند، فبيسألك الان what are the IP address assigned to your virtual machine. نرجع هون ونقرأ ايش الاي بي ادرس اللي تم عمله اساين لهذا الفيرتوال ماشين، شو اي واحد فيهم هو يساوي الاي بي ادرس، ايش اللي موجود عندي، شو القراءات اللي بقدر اقراها. مين يعطيني الدار اللي هو في عندي اللينك ايذر 08 هذا اي بي ادرس اللينك او ايذر هذه ايثرنت كارد. ايثرنت كارد ايثر هذه بقدر اعتبرها اي بي، بس كم الرقم اللي مكتوب شايفينه؟ كم الرقم اللي مكتوب عندك كاي بي ادرس؟
يعني عددهم؟ لا كم يعني ايش الرقم، ايش هو؟ 08/02/22 97 95. انا بدي اشوف عن ايش بتحكي. 0 8 0. لا الاي بي ادرس اللي هو بيكون عبارة عن اربع ارقام بينهم دوتت فورمات، فمثلا 127.0.0.1 هاي يعتبر اي بي ادرس، لكن هذا من التايب اي وكل الاجهزه لهم هذا الاي بي ادرس، بس بدي الاي بي ادرس اللي لجهازي انا. فهنا حاطط لي اللي هو 10.02.15/24. اذا هذول اللي بتحكي عنهم اللي بيكونوا حتى لو مش قادر اتحكم بالماوس، اللي مثل هيك هذا الماك ادرس، هذا الماك ادرس، طبعا هي سوفت وير ماك ادرس. اوكي اذا انا السؤال اللي لما سالني ايش الاي بي ادرس اللي عندك، في هاي ماك ادرس كمان، هذا اخر، هذا هو الماك ادرس، هذا ايضا ماك ادرس بيبدأ من هون. خلينا نستخدم القلم أحسن. هي بيبدأ من هون. هذا ماك أدرس. طبعا هذا لا، هذا مش valid. هذا سوفت وير ماك أدرس. إذا هذه هي الأي بي أدرس، هاي واحد. ولكن إحنا بدنا الأي بي أدرس اللي اللي مستخدمه هذا المشين. انا حكي لي ان الاي بي ادرس هيكون الرينج تبعه من اللي هو 10.20.10.0.2.15 والبرودكاست له يساوي 10.02.255. اذا هذا هو الجواب 10.02.15/24. إذا أنا هنا بدي أجاوب، بدي أقول له الجواب اللي هو 10.02.15، 10.02.15/24 تعني إنه السبنت ماسك هتكون قيمتها 16.24 هي 255.255.255.200.0. يعني ال 14/24 تقرأ بطريقة ثانية اللي هو لو 255.255.255.0. السؤال الثاني أو خلينا نقول الأوبشن أو الطلب الثاني locate and launch web browser application can you navigate to your favorite search engine. طيب هنا وين الموجود عند البراوزر؟ فواضح اللي هو هذا. هاي تفضل في سؤال. بس بحكي لك انه الفايرفوكس هو ايوه ممتاز. الفايرفوكس هو هذا البراوزر، بحكي لك ايش، بريس ذا رايت كنترول كي تو ريليز. اوكي هنا شو بحكي لك؟ بريس ماشين ناو go to the menu at the top of the virtual machine windows and choose file. اوكي الان انت شغلت ال virtual machine، عفوا ال browser، ممكن تعمل search على اي شيء بدك اياه. هلا بحكي لك روح على بعدين على الفايل close the virtual machine. طيب اذا هنا مشان تطلع انت من يعني مش بضرورة اعمل كلوز، يعني هو طالب، ليش طالب كلوز؟ now go to the menu at the top of the virtual machine. طيب اذا هو بحكي لك عشان تعمل كلوز للـ virtual machine بدك تضطر تروح على المنيو هون، هيا فايل تعمل كلوز.
لو تيجي تعمل كلوز بيحكي لك بدك تعمل له باور اوف، هو بتعمل باور اوف. اوكي what option are available. اوكي يمكن هو ما بده اياك تغلقه، بده اياك تشوف شو الاوبشنز اللي موجوده عند الكبس على هذا الاغلاق. راح يكون الاوبشنز اللي هي save the machine state، send the shutdown signal، و power off the machine. اذا power off the machine بتسكر المشين وبتسكر هذا الويندوز الخاص بهذا الفيرتوال ماشين. السيف ذا ستيت يعني بتسكر، ما بتغلقها ولكن بتحفظ الستيت وين وصلت الحاله وشو الشغل اللي اشتغلته. اوكي اذا هون بدك تحط له الثلاثه اوبشنز اللي مذكورات هنا، هذه بدك تجاوبهم بهذا الجواب، او خلي المفروض انا اجاوب هذا الجواب. طيب كليك كده سيف ستيت راديو بتون، كليك اوكي. اذا هنا قال لي اكبس على سيف ستيت، اعمل اوكي. هلا the next time you start the virtual machine you will be able to resume work in the operating system in its current state. يعني اي شغل انت اشتغلته كانت تحفظ تحفظ اخر شغل اشتغلته. اوكي هلا ريفليكشن، وات از هلا وات ار ذا ادفانتجز تو يوزينج ذا فيرتشوال ماشينز. سؤال هذا انت اللي بناء على اللي موجود امامي هلا باللي التعامل مع فيرتشوال ماشين، شو الادفانتجز شو الديس ادفانتجز. هلا طب ممكن تدور بالنت عن هذا الجواب، ممكن تروح على المانيوال للفيرتوال ماشين وتقرأ، وممكن يكون الجواب موجود هناك. لكن أنا بدي أسأل شو الأدفانتجز أو شو الفائدة من يكون عندي إيش اسمه فيرتوال بوكس وأنشئ فيرتوال ماشين. خلينا نشوف رأي، أيوة رأيكم. أيوة تفضل. هسا بالنسبه للادفانتج تبعت الفيرتشوال ماشين، انا اول وحده اكثر شيء مهم انه ما بدي اعمل دمج على الاو اس الرئيسي اللي عندي تبع النظام او تبع البي سي. خلينا ممتاز ممتاز. ثاني وحده بتخليني اتعرف على مثلا نحكي ايش اسمه انذر او اس سيستم، خليني اتعرف مثلا على لينكس، على لينكس، على الماك. ممتاز. هل سهل اني اقدر انزل اللينكس واللينكس والماكس؟ سهل بس بده وقت عشان هم بيكون حجمهم كبير. لحظه بدك تنتبه انت لانه لأول مرة إذا ما كنتش عندك خبرة بتنزيلهم ممكن تخرب جهازك. على فكرة عملية تنزيل الأوبريتنج سيستم مش بهالبساطة، حتى الويندوز يعني حتى الويندوز اللي هو سهل عملية تنزيله ممكن الواحد إذا ما كانش عنده خبرة ما ينزلوش بشكل سليم، فما بالك لما يكون اللينكس. فاللينكس تنزيله مش سهل. لما تنزل هذه فاجمنت ممكن يخرب شيء صح؟ لا مش مقصود يخرب يعني بجهازك، يخرب شغلك. يعني مثلا هذا بدك تحكي شغله، انت بتقدر تعمل دول اوبريتنج سيستم، بقدر انا فيزيكلي انزل الاوبريتنج سيستم على جهازي. في اوبشنز بيحكي لك احتفظ بالاوبريتنج سيستم ويندوز او يعمل لك هو لينك. هاي مش بكل الاحوال بتزبط، مش يعني ممكن يكون انت اذا كنت بروفيشنال وما بتزبط معك، ممكن ما تزبط معك بس بالغالب هي بتزبط يعني. بس هي ممكن في بعض الأحوال إنه ما يعمل بالبارتيشن أريا إنه يعمل لينك لتو أوبريتنج سيستم، فبدها واحد بروفيشنال عشان يعرف يصلح هذا أو يعمل فيكس لهذه المشكلة. لكن أنا بديش أحكي لك، بديش إنه نخوض بتفاصيل كثير. التنزيل الأوبريتنج سيستم لينكس مش بالسهولة. هلا بالغالب اللي النيو يوزر عشان ينزل الاوبريتنج سيستم فبيعمل له ايش، بيعمل ديليت للاكزيستنج اوبريتنج سيستم وبضطر ينزله من جديد، وجزء ما تزبطش مع اول مره يرد عيد، تزبطش مره ثانيه بيصير في اخطاء معينه يرد عيد. ممكن ينزله ويكتشف فيما بعد انه في بعض السيتنج سواها غلط، يضطر يعيد العمليه من جديد. يعني العملية بس طبعا هي فكرة كويسة،
او خلينا نقول مش غلط انه اليوزر يتعلم على هذا الاوبشن، وخصوصا لما يكون بده يتخرج كمبرمج وبده يتعامل مع اوبريتنج سيستم لينكس بالابلكيشنز اللي بالتطبيقات اللي بالشغل اللي بده يشتغله. طبعا اذا كان وظيفتك بتطلب هذا الشيء، فبتطلب انك تتعلم كيف تنزل اللينكس. هلا وجود هذا الفيرتشوال بوكس او فيرتشوال ماشينز سهل كثير على اليوزرز. صار بقول لك ليش انا انزل اللينكس؟ خلاص انا بجيب اوميج جاهزه وبشتغل عليها وبتعلم عليها، وهذا الشيء اللي بنعتبره من ضمن الادفانتجز للفيرتشوال بوكس. هاي واحده. شو ممكن يكون ثاني ادفانتجز؟ بدي حدا ثاني يشارك. دكتور، انه انا بنفس خلينا نحكي بنفس الهاردوير اللي عندي بنفس الريسورسز قدرت انه مثلا اجمع نظامين، هاي ميزه كبيره للفيرتشوال. ممتاز ممتاز. بس انت جاوبت قبل شوي صح محمد؟ دكتور محمود. محمود اوكي، خلينا نشوف ما فيش حدا غيرك يشارك. بصير هيك تمام. لا 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 لا، انا بحكيش عنك، انا بحكي ما انا ليش هم ساكتين الطلاب. خلينا نختار. اوكي فهمتك. ان شاء الله حياك. من الموجودين معي، من مش معقول. يلا شباب صبايا، حد يتبرع يجاوب. يعني بدناش نقول يعني انت مثلا عندك، خلينا اسهل بس باعطيك هي. عندك جهاز متطور من الاجهزه الحديثه، i5 او i7 او i3. خليني احكي لكم بس ميزه الاي 3 والاي 5 والاي 7 او حتى ابل ماك، يعني حتى اللي هو النوع الاي ام دي برضه كمان فيها هذه الميزه، مالتي كور سيستم. هلا لما اجي اقول لك اي 3 يكون عنده دول كور، كل كور 2 ثريد ايتش، فهنا كانه عندك اربعه بروسيسورز. الاي 5 بيكون عندك 4 كور 1 ثريد ايتش، وكانه موجود عندك اربعه بروسيسور بس، بكفاءته بيكون اعلى من اي 3. على الاي 7 هي اربعه كور 2 ثريد ايتش، وكانه عندك ثمانيه بروسيسورز. الان انا هاي اعطيتك ميزه، هسه قول لي شو بستفيد من فيرتشوال ماشين؟ مين يعطيني ادفانتج الان؟ ادفانتج من الادفانتجز للفيرتشوال ماشين. ياسمين عبد الله، ياسمين الخطيب، لو احكي لا استنى شوي، استنى بدنا نلاقي حدا. شو حمزه محمد حسن. تفضل حمزة. حمزة أنا حكيت لك هسه، حكيت عن مواصفات الـ i3 i5 and i7. هاي شو بتعني لك؟ بتعني إنه الجهاز كم بيقدر يفتح برنامج بنفس الوقت؟ كأيوة، كم بيطلع عنده بروسيسرز كثير، كم بروجرام بيقدر ينفذ بنفس الوقت؟ شو ممكن أستفيد فيرتشوال ماشين في هاي الحالة؟ انه تقدر انك تستخدم اكثر من اوبريتنج سيستم نفس الوقت، اظن ممتاز. انه ممتاز. بتستخدم اثنين نعم. كور. نعم، وبكفاءة عالية. افرض انك انت بدك ماخذ مادة متقدمة نتورك، وكهذا النتورك اخذت وظيفة، قال لك بدي تعمل لي مجموعة بروسيسرز يشتغلوا على ديفرنت ماشينز، وبدي تربط لي بيناتهم وتعمل مثلا بيج بروجرام. هلا انت عشان تعمل ابلكيشن مربوط على ديفرنت ماشينز بدك تضطر تشتري ديفرنت ماشينز وتعمل نتورك بيناتهم وقصه وكلفه. هلا الفيرتشوال ماشين شو خدم لي بهالحاله؟ ممكن يوفر علي هذا الشيء، ممكن تشغل اكثر من فيرتشوال ماشين على جهازك، وكانه يعني كأنه انت فعلا اشتريت مجموعه من الماشينز، وتعمل رن للبروسيس على الماشين واحد، بروسيس رن للبروسيس الثاني على الماشين الثاني والثالث والرابع،
وتعمل نتورك بيناتهم وتشوف النتائج. فانت مش بحاجه تشتري ماشينز كثير، انت اللي بتشتغلوا على هذول الفيرتشوال ماشينز وكانك تشتغل على الماشين على فيزيكال ماشينز، والاخطاء اللي بتصير بتصلحها لحديت ما توصل للابلكيشنز اللي مطلوب منك، اللي البروجكت اللي مطلوب منك، واللي بيزبط على الفيرتشوال ماشينز اصلا راح يزبط على الفيزيكال ماشينز. ده هاي من ضمن الادفانتجز، وفرت عليك فلوس انك تشتري اجهزه، وفرت عليك وقت انك تقعد تشبك وما تشبك وتجيب ايثرنت كارد وهب او سويتشز هاي شغله. الشغله الثالثه هاي طبعا بدي احكي من ضمن الادفانتج، هو شو طالب مش محدد، يعني ممكن تحطه ادفانتجز لانه هو بده اكثر من ادفانتج، يعني مش محدد ادفانتجز تحط اثنين. طب ديس ادفانتجز يعني انت لما بدك تشتغل على الفيرتشوال ماشين هو فعليا مش نفس الكفاءه اللي بتشتغله على الفيزيكال ماشين. بس طبعا من انا حكينا من ضمن الادفانتجز انك بتعمل ديباجينج وبتعمل فاست ريكفري فاست امبلمنتيشن، يعني فعليا انت قاعد بتوفر على حالك وقت وجهد ومال. لكن لما تيجي تحكي للبيرفورمانس اكيد البيرفورمانس للفيزيكال ماشين اعلى من البيرفورمانس للفيرتشوال ماشين. ايضا لما بدك تحكي ديس ادفانتجز شو ممكن يطلع لي واحد ديس ادفانتجز ثاني؟ دكتور ممكن يصير عندي صعوبه بالوصول للهارد ديسك، خلينا نحكي مش هارد ديسك، للريسورسز تبعت الهوست نفسه. مظبوط حكيك، مش صعوبة، قصدك بده يكون مش نفس الهوست، ما بيكون نفس السرعة نفس الهوست تبعت الجست يعني. هذا الجست جست لحاله، الهوست انت قصدك انه هو الفيزيكال ماشين صح؟ الفيزيكال الرئيسي. الاوبريتنج سيستم اذا معناته لازم يكون بده يعمل مانجمنت بتوين هذه الهوستس هذه الجيست هذول عفوا. ممكن تيجي تحكي ديس ادفانتجز انه راح يبطا عندك الهوست الليبرتنج سيستم تبع الهوست صح؟ انه بده ينظم عملهم. ممكن احيانا عند الهوست خلينا نحكي كفاءته مش عاليه ممكن الجيست يكون بطيء. طبعا هو شوف انت ما بتقدر تنشئ unlimited number of virtual machines، يعني مثلا خلينا نقول على الدول كور هو بيحكي دول مثلا اللي هي اي 3 بيعطيك دول كور و 2 ثريد ايتش وكانه عندك اربعه بروسيسورز. بهي الحاله يعني الماكسيمم مش مفروض يعني بقول انه مش مفروض يزيد عن أربعة فيرتوال ماشينز. بس طبعا إذا كان عندك ريسورس عالي مثل رامات وهارد ديسك والهارد ديسك يعني مواصفاته عالية والكباسيتي له عالية وفي عندك رامات عالية ممكن يكون في عندك يعني، بس بتكون بتبطأ السيستم إذا بدك تزيد على أربعة فيرتوال ماشين. هلا مثل لما نيجي نحكي الـ i5 عندك أربعة كور 1 ثريد ايتش برضو كمان ما تزيدش عن أربعة virtual machines. الـ i7 ممكن تزيد عن أربعة virtual machines بس كل إشي بثمنه، يعني كل إشي بثمنه لأنه فعلياً اللي عندك one single machine physical machine عشان أنت تقدر تشغل هذه الـ virtual machines بكفاءة عالية أنت بحاجة لـ hypervisor متخصص. هلا الشركات أمازون و والاي بي ام والجوجل لما بيشغلوا الهايبرفايزر على سيرفر بيشغلوهم، والسيرفرز بيكون متخصص لتشغيل اكثر من فيرتشوال ماشين، يعني هو اصلا متخصص لهذا الشيء وعنده الهاردوير المناسبه وعنده السويتشز المناسبه وعنده الكونكترز المناسبه، يعني في لها مواصفات معينه حتى يشتغل الفيرتشوال ماشين بكفاءه عاليه. وأصلاً أمازون هلا حالياً هو بيشتغل أو وظيفته قاعد بيأجر virtual machines، يعني هو مخدينها بيزنس.
فأكيد مواصفات الموجودة عندهم عالية وهتشتغل الفيرتشوال ماشينز بكفاءة عالية أكثر من الكفاءة الموجودة عندك على جهازك، لأن الجهاز تبعك بيضل إيش ديسكتوب بالأول وبالآخر. لكن لا يعني هذا إنه جهازك سيء، لكن يعني كل جهاز له قدرة، فأنت مش لازم تزيد عدد فيرتشوال ماشينز عن قدرة الجهاز. إن شاء الله خير. في أي سؤال؟ دكتور هسه احنا بالوظيفه هاي المفروض نبعث لك شيء ولا بس ننزل ونطبق؟ لا احنا هسه انا بدي احل هاي الوظيفه وبدي احل الوظيفه الثانيه وبدي انزل لكم وظيفه على شاكلتهم. في لسه اللي هو بشابتر 3 Detecting Threats and Vulnerabilities، المفروض هاي احلها معاكم. طبعا اتفقت انا والدكتور يزن هيك نسوي، هنحل الوظيفتين هذول معاكم حتى تكونوا انتم فاميليار مع اليونكس، ثم بعدين هنزل وظيفة على شاكلتها، يعني مش نفس الأسئلة لكن بتقدروا تحلوها. فهذه الوظيفة لا لسه ما فيش، يعني لسه بعدها ما نزلتش الوظيفة عليكم، أو خلينا نقول اللي مطلوب منكم حاليا إنك تشغلوا الـ Virtual Machines، تشغلوا الـ Virtual Machines والـ Hypervisor اللي هو الـ Virtual Box، تعرفوا تربطوا بيناتهم. في مشاكل بتخبروني عشان إيش نكون جاهزين للخطوة التالية. إذا عدد الحضور ما زال 24 طالب، وهيك بننهي محاضرة اليوم. بس حابب أذكر الموجودين امتحان ال CYS 230 هيكون يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. بعرفش بعتوا لكم إيميل بالموعد؟ آه دكتور، آه اللي هم يومين تقريبا. بعثوا لي ايميل. طب ايش اي ساعه موعد امتحانكم؟ هل ثنتين على 14؟ اوكي ممتاز، يعني خلص انت معكم خبر بالموعد اذا عشان اثبتوا انا عندي على السيستم. بس شوف اذا انا بعثوا لي ايميل ولا لا عشان اثبتوا. عموما انتوا الاساس، يعني هم بيبعثوا ايميل للطالب وراح يعطيكم الباسورد كمان عشان تدخل على السيستم في الموعد اللي هو بيحدد لك اياه ان شاء الله خير. يعني حسب من الثنتين للثلاثة. طبعا انت بدك تنتبه الوقت 50 دقيقة، هو اجانا تنبيه انه لا تزيد عن 50 دقيقة عشان ضغط الامتحان، لانه يعني ممكن يصير الطلاب حيكون الامتحان متاح من الثنتين للثلاثة، في طلاب بسبب يعني الضغط على النتورك ممكن يدخل بعد دقيقة بعد دقيقتين، يعني عشان ايش ما يضيعش وقته هياخذ 50 دقيقة. فاللي دخل على الدقيقة على الثنتين هيخلص على 52، اللي دخل على الثنتين والدقيقتين الثنتين ودقيقتين نعم هيخلص على 52، لكن اللي دخل مثلا على الثنتين وربع هيخلص على الثنتين على الثلاثة وهيروح عليه 5 دقائق. يعني الفكرة انه الامتحان 50 دقيقة على الا يتعدى الساعة 3. والله دكتور مالك اتفضل. هسه بدي اسالك، في عندنا احنا اسايمنت شيء نكون فاتحين كاميرا مثلا نسجل؟ لا صح، بالماده هاي بالاسايمنت تكون فاتح كاميرا. كيف يعني؟ يعني اسجل مثلا فيديو برزنتيشن احكي. هيكون ان شاء الله بالاسايمنت الاخير ان شاء الله. في عشان إن شاء الله. انا كمبيوتر عندي بدي اشتري كاميرا. لا هي مش انت ما فيش كاميرا؟ انا كمبيوتر عادي فيه. على خير ان شاء الله. هتحتاج هتحتاج ان شاء الله خير. دكتور الامتحان ون واي ولا كيف؟ ون واي. شوف اول شيء احنا مش بالنسبه ل الكويشن مارك احنا ما بنحدد، احنا نعطي الاسئله واظن التحديد من عندهم، فانت بدك تحط في بالك انها ون واي. انا ممكن يكون مش ون واي، بس بقدرش اجي اقول لك انها مش ون واي وهم يعملوها ون واي. فهمت علي؟ فبالغالب خلي اعتبرها انها ون واي. ماشي. في اي سؤال؟ والله على خير ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. بس دير بالكم ترى كل شيء مطلوب، يعني الشابتر الاول والثاني والثالث كل السكشنز اللي موجوده فيها مطلوبات، يعني حتى على مستوى يعني بجوز لكم اذا طلبه سابقين اخذوها باللي اخذوها الصيفي اذا تاخذوا خبره منهم كيف طبيعه الاسئله، هي يقول لك يعني انه يجيك سؤال انه سيناريو معين ويسالك مثلا هل هذا يعتبر
مثلا على سبيل المثال، هل هذا يعتبر بروسيجر ولا بيعتبر ستاندرد ولا بيعتبر، هاي موجوده اظن بالشابتر الاول او الشابتر الثاني بالاخير، بيحكي عن الستاندرد سكيورتي والبروسيجرز وال وايش ربي كان في في ستاندرد في بروسيجر في كمان انا ناسي الجايد لاينز. فانتوا اقراوهم يعني عشان تعرفوا شو التمييز بيناتهم. مثلا في اسئله بتسالك مثلا والله سيناريو معين، بقول لك هل هذا بتعتبره مثلا سبام ولا بتعتبره مثلا اكتيفيتيز ولا الى اخره. فهي بناء على كي ووردز معينه بتيجي تقول والله هذا هو الجواب. ماشي. فالفكره انك تجهز حالك، يعني انك تقرا دور على كي ووردز، مش انت تدور على كي ووردز وانت بتقرا، ميز كي ووردز ان تقول والله اذا اجى الموضوع بيتعلق بهذا الشيء، اذا لقيت هذا الكي وورد معناته التايتل تبعه راح يكون كالتالي. والله يعطيكم العافيه وان شاء الله بالتوفيق.